سعادته ما قصر، والله يسلمه، وعد بأن البيوت على حدودنا ستزال قريبا، والمشروع سيتم استلامه بالكامل في الأيام القليلة القادمة. رويدا رويدا، من خور عبد الله إلى مدينة أم قصر في حقل الرتقة، تتنازل حكومة الإطار التنسيقي عن أراضي العراق ومياهه وثرواته بتفضيل مصالح أحزابها على مصالح الشعب العراقي في استغلال سياسي هو الأخطر منذ احتلال العراق عام 2003. غضب يجتاح منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير خارجية الكويت سالم الصباح موافقة حكومة الإطار التنسيقي ممثلة بمحافظ البصرة أسعد العيداني على إزالة منازل المواطنين في أم قصر وتسليم أراضي تلك المنازل للجانب الكويتي والمقابل تسهيلات للصيادين العراقيين بممارسة نشاطهم ضمن المياه الإقليمية وفتح ملحقية تجارية تابعة لدولة الكويت في البصرة. تنسيق ما بين القيادة البحرية العراقية وخفر السواحل الكويتي لموضوع السماح للصيادين بالصيد بالمياه المشتركة. ركض لاهثا أمام تسهيلات الكويت مقابل تسليم أراضي أم قصر وحقل الرتقة الرميل الجنوبي إلى الكويت، الأمر الذي أغضب العراقيين وأعيان البصرة على وجه الخصوص، ليوجهوا دعوة إلى أبنائهم للاستعداد لتنظيم تظاهرات ووقفات استنكارية للدفاع عن أراضيهم. تحذيرات أطلقها متخصصون من المضي قدما باتفاقية ترسيم الحدود بين العراق والكويت، مؤكدين أنها ستخنق العراق وتستولي على مياهه الإقليمية ليودع العراق مماره المائية ويقضي على شريانه البحري الاقتصادي. منافع سياسية تقف خلف الصمت الحكومي أمام استباحة حدود البلاد والتجاوز عليها وسط نداءات متكررة بضرورة استرداد الحقوق واستعادة سيادة العراق المفقودة في ظل حكومة الميليشيات الولائية.